يا واش لافامي صافات، ما تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. فاليوم جيناكم بعد فيديو ماشي مختلف في اطار حلويات العيد. فاليوم قدينا غريبه، فتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا باش قدوا هذه الغريبه. صراحه جربت بزاف ديال الطرق والطريقه هي اللي سهله 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 بزاف وناجحه 2000%. فبالنسبه للمقادير اللي كنحتاجوا، خنيشه تاع الفاني هي خنيشه نتاع خمار الحلويات، كاس تاع الزيت، كاس الا ربع تاع السكر سنيده، و معلقة كبيرة تاع الفيرميسيل. بالنسبة للدقيق تاع الملح، بالنسبة للدقيق على حساب الخليط. فدابا خوينا الزيت، حنا خوينا السنيدة، خو الفاني، وكنبقاو كيفما شتو وراكب على عودو كيشالي لين. فدابا زدنا الدقيق، قبصة تاع الملح، ديك الخمارة د الحلويات، وكنبقاو تنجمعو في العجينة. هي العجينة ما كتبغيش تكون من طبيعة الحال عجينة الحلوى، ما كتدلكش، ما كندلكوش العجينة تاع الحلويات تاع الحلوى، فما كندلكوهاش، كنبقاو غير تنجي تتجمع بحال الباط صابلي ولا انت ما كتبغيش تدلك، بقا كتجمع فيها. فاحنا المهم جربت عليكم، فباش ما يكونش الفيديو طويل، فاحنا من بعد ما جمعنا من طبيعه الحال اللي خوينا الشكلاط، فكنحسوا بالعجينه تاعكم كتقرب تجمع، كتحطوا الشكلاط وكتكملوا الجميع. فدابا حنا جينا باش نقادو دوك الكريكبات، يعني كدير الدويرات اللي عجبك ماشي بالضروره انا كدير، فهمت؟ جاتني كبيره وانا نديرها صغير. يعني كتستمروا على هذا النحو، يعني الصراحة طريقة سهلة وبسيطة، وانا حاولت ما امكن ان ندير لكم الفيديو في ما كامل 5 دقائق، حيت عرفت الفيديو طويل تيجي 10 دقائق 12 دقيقة كتجي شوية طويلة، باش حاول اني نلخص الفيديو ونظرا لتزامن الوقت مع العمل داكشي باش المهم ما عليناش. فيعني كتبقاو كتبقاو تكورو وتعطو اللور، كتبقاو تحطو يبقاو ديرو كويرات صغيورين، يعني كيف ما شفتو انا ملي كيجيني كبار كنعاود نهزها ونعاود نديرها صغيرة. بطبيعة الحال بطبيعة الحال باسكو ايفيدامون باسكو 3 عام ما دخلت للمغرب. فكيف ما كتشوفو دابا، المهم واقيلا طولت عليكم في هاد الوقتاية تاع انني كتبقى تقاد. المهم ما سوقيش كمل الفيديو، المهم ما عليناش. لا تحسوا بالملل، ان الملل يقتل. المهم فكتبقاو كيف ما شفتوا، كتبقاو نتوما خدامين. انا عاوتاني بلا عاوتاني دوماتني اللي قدام شويه دابا تفرج، ما قدرتش اللطا طوا فاهم، اللطا ولا طوا بحال بحال، عاوتاني كحالتي عاوتاني شويه اللي قدام، يعني خلاص والله الا بي عطي فاستي بزوم فاستي بزوم والله الا بيت ندوق ما حق الرب. بالنسبه للفران كتعلو الفوق، المهم بالنسبه للفران كديروا الفران من الفوق، طيبوها من تحت هي من الفوق، بالنسبه للعافيه كديروا الفران من الفوق، العافيه مجيده اذا خاصك تقرب مع البال، بس كطيب الحلوه من الفوق كتفرفش تقريبا. المهم دابا تشوفوا دابا تشوفوا كيف فكيف ما شفتو من بعد ما كطيب من الفوق، دابا اللي غادي نشعلو لتحت ونخلوها طيب. فا انتوما كيف ما شفتو حنا سالينا الطياب تاع الغريبة تاعنا، الصراحة كتجي زوينة زوينة، الصراحة أنا بغيت ندوقها دابا ولكن صايم، مالوغوزمون صايم، مالوغوزمون لافي. المهم ما عيناش، الصراحة انتوما كيف ما كتشوفو من التحت، يعني ما كتجيش تاسكم بقاو ردين معاها البال من التحت، التحت، يبقاو ردين معاها البال ملي كنت طيب الغريبة من التحت. فصراحة زوينة زوينة بزاف. فدابا وصلنا للنهاية ديال الفيديو تاعنا، فنتمنى الفيديو يكون عجبكم بزاف بزاف بزاف، وأن يكون خفيف ظريف كالعادة. فأستودعكم الله ونتلاقاو في فيديو جديد.